اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح بقى للرياضه. احنا امبارح تابعنا مباراه الاهلي والزمالك واللي انتهت بفوز الزمالك على غزل المحله 3-0. الاهلي فاز كمان على سيراميكا كليوباترا ب4-0. بكده الاهلي بيتصدر الدوري بمجموع المواجهات المباشره وفرق النقاط. خلونا نحلل نتيجة المباراة من الناقد الرياضي أستاذ محمد جمال من موقع القاهرة 24. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير أستاذ محمد جمال. صباح الفل. صباح الخير. صباح النور. إيه رأي حضرتك في المباراة؟ مباراتين امبارح. طبعا كانت مباراة قوية جدا امبارح، سواء الزمالك او الاهلي، في صراع قوي جدا طبعا على المنافسه على بطوله الدوري. خلاص يعني مشوار الحسم ابتدى، وابتدت السبع مباريات بالامس الاخيره في المسابقه. الاثنين قدروا ان هم يعبروا عن نفسهم وقدروا ان هم يفوزوا بنتيجه مريحه، سواء الزمالك اللي قدر يكسب 3-0 بعد غياب طويل جدا عن المشاركات بسبب طبعا توقف مسابقه الدوري، وكان هو خلص عدد كبير جدا من مبارياته. كمان النادي الاهلي يكسب 4-0 برضه، فريق زي سيراميكا كليوباترا مش فريق يعني سهل، ولكن الاثنين كانوا ان هم عايزين يظهروا بشكل كويس، خاصه دي اول مباراه من السبع نهائيات، زي ما بيتكلم دايما يعني الاهلي او الزمالك مع اللاعبين ان دول سبع نهائيات خلاص على حسم المسابقه. طيب استاذ محمد، يعني عايزه برضو تقييمك او رايك في اداء لعيبه الزمالك اللي كان بيقال ان هم كان عندهم فرصه اكبر كمان في ان هم يحرزوا سكور اكبر من كده، هل ده كمان صحيح؟ هو الزمالك قدر ان هو يخلص المباراه من بدايتها يعني من الشوط الاولاني، ودي كانت حاجه كويسه جدا انها تحصل بالفريق. انا شايف ان تالق سيف الدين الجزيري طبعا النجم التونسي واشرف بن شرقي اللي يعني اللي ابتدى يرجع لمستواه واحده واحده، قدروا ان هم يحسموا المباراه من الاول مع زيزو ومع شيكابالا مع اللعيبه كلها. فان انت تحسم المباراه من الاول خلاص انت ضمنت الفوز، فطبيعي جدا ان كارتيرون واللاعبين يكونوا خلاص بقى بيلعبوا بشكل اهدى، خوفا من الاصابات، خوفا من الاجهاد. خلاص طالما انت حسمت الثلاث نقاط من البدايه، وده كان لازم يحصل من لعيبه الزمالك. طبعا كان في فرص كتير ان هم يسجلوا، ولكن طبعا 3-0 برضه نتيجه مش قليله، خاصه ان المحله كان كسب في مباراه الذهاب، يعني فريق كويس مش فريق وحش، فريق بدل يلعب قدام نادي الزمالك. طب شايف دلوقتي حظوظ الدوري رايحه لفين؟ لا طبعا ما حدش يقدر يحسمها. الدوري زي ما بقول لحضرتك صعب جدا. الاهلي امبارح انه يقدر يكسب 4-0 وشريف يؤكد تفوقه في هداف الدوري 18 هدف ويكسر ارقام قياسيه، مع كمان عوده اجاير المشاركه، مع لعيبه كلها فايقه زي قفشه زي حسين الشحات، كل اللعيبه فايقه في النادي الاهلي، مع لعيبه الزمالك كلها فايقه برضه، جزيري بن شرقي زيزو طارق حامد كل لعيبه وشيكابالا كل لعيبه فايقه هنا وهنا. فطبعا الست مباريات اللي جايين صعبه جدا. رايي ان الاسبوع الجاي في الدوري هيكون صعب جدا على الفرقتين، ويعني ممكن نشوف فريق بيفقد نقاط او حتى ممكن نشوف الفريقين بيفقدوا نقاط، خاصه ان الاهلي هيلاعب الاسماعيلي والزمالك هيلاعب الاتحاد السكندري، ودول مباراتين طبعا كبار جدا ومباراتين مهمين للفريقين. لو الاثنين تخطوهم هيكون المباريات اللي باقيه بعد كده يعني ممكن يكون الدنيا تكون اسهل شويه من الاسبوع الجاي. طب استاذ محمد، يعني ناس كتير جدا من الاهلاويه عايزين يعرفوا ايه الكلام اللي اتقال حاليا عن الصفقات الجديده في الاهلي. طبعا هو كل الـ يعني الدائر دلوقتي هي طلبات بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني يعني يعلم جيدا ان هو معاه فريق قوي جدا ومعاه فريق مميز جدا، ولكن طبعا هو الراجل بيبحث عن تدعيمات. الراجل قدر ان هو يكسب بطولتين لدوري ابطال افريقيا في سنه واحده، وده انجاز كبير جدا. فطبعا تفكيره الفتره الجايه ان هو يتعاقد مع يعني جناح قوي، او ممكن حتى يعني يتعاقد مع اثنين لعيبه افارقه كويسين جدا. طبعا يعني الاهلي قرب بشكل كبير جدا مع ماكسويني طبعا لاعب سيمبا التنزاني، واعتقد ان الاهلي كمان يعني والمعلومه اللي عندي ان الاهلي انهى الاتفاق تماما مع اللاعب ومع النادي، يتوقع فقط الاعلان الرسمي مقابل 900,000 دولار، مع وجود 100,000 دولار بشكل يعني هو يعني زي حوافز وزي يعني من نسبة كبيرة جدا من اهدافه او الحاجات اللي زي كده، ولكن 900,000 دولار الاهلي انهى الاتفاق معاه. لعيب كان لعيب مميز جدا مع سيمبا، ولعيب قدر ان هو يسجل في مرمى النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا الموسم ده، ولكن طبعا يظل طلب موسيماني الاول والتعاقد الاول بالنسبه له اللي بيتمناه هو طبعا بيرسي تاو، نجم طبعا فريق برايتون الانجليزي، وده شفناه في البريمير ليج وشفناه مهار لبنفيكا،
طبعا فيرستا وهو من ابرز اللعيبه اللي بيطلبها موسيماني عشان يقدر ان هو يدعم حتى الاجنحه مع حسين ومع طاهر محمد طاهر ومع وليد سليمان ومع عدد طبعا كبير جدا من اللعيبه. طبعا ده هنشوف ساعتها خروج ممكن محتمل طبعا لاجاي مع واحد من وولتر بوليا وديانج في حاله طبعا وجود عروض قويه يعني اللي هو الرحيل الثنائي طبعا. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد جمال.